اس عشق میں مر جاوا. بنت غبية كتير، لو انتي ضليتي بعيدة عن حبيبي ديب ما كنتي مضطرة تمري بكل هذا الشيء. هي معنا هون، لوين ممكن تكون راحت أنجالي؟ تحضيرات دفنك صارت جاهزة أنجالي. ألو. إيه زعيم، نحن برا واقفين. جهزتوا كل شيء؟ إيه زعيم، نحن نفذنا كل اللي قلتلنا عليه بالضبط. السيارة واقفة برا، أول ما تشوفها الأنجالي رح تاخدها برات المدينة. نحن ناطرين أوامرك هلا. ماشي، انتظروا برا، أنا بخبركم شو بتعملوا بعدين. وين ممكن تكون راحت بهالوقت المتأخر؟ لشو بتكون عم تخطط هلا؟ أنجالي، أنت بتعرفي قديش أنا مبسوطة هلأ؟ مبسوطة لأنه اليوم بإيدي هدول، رح أدفنك وأنت عايشة ورح أرتاح منك. أنت كنتي ضيفة تقيلة، يا ترى لوين ممكن تكون راحت أنجالي؟ ما عم أفهم أي شيء. ألو زعيم، في أخبار مو منيحة، التغت تسليم الغرض اللي لازم يروح على تايلاند. شو هالحكي الفاضي؟ كيف ممكن يصير هيك شيء؟ كيف ممكن يلتغى بآخر دقيقة؟ زعيم أنا ما بعرف، هدول الناس ما قالوا لي شيء غير إنه هي الصفقة التغت. شو عم يصير؟ ولا مرة من قبل صارت والتغت مثل هيك صفقة. أكيد إنه في حدا وراء إلغاء هالصفقة. مع السلامة أنجالي، هاي نهاية أي حدا بيفكر إنه يجي على حياتي. بالبداية أروهي وهلأ أنتي، بس كمان الشي المنيح إني خليتكن تنيناتكن تناموا وترتاحوا بسلام، وهيك أحسن إلنا كلنا، لأني ما بقدر أتحمل أبداً شوف حدا عم يحاول يتقرب من حبيبي ديب أو ياخده مني. أنا تعبت كتير من حفر قبرك، لهيك لو سمحتي لا ترجعي أبداً. We'll be right back.
ديب، ممكن تشرح لي شو اللي عم يصير بهذا البيت؟ هذا مو الوقت المناسب. صفقة كثير كبيرة بتخصني التغت بلحظة، وما في أي أثر لأنجالي. بتعرفي وين ممكن تكون؟ معقول تكون راحت مع فيرات؟ بعرف منيح إنه فيك تحل مشكلة أنجالي والصفقة اللي التغت بكل بساطة، بس تارا مين رح يتعامل معها؟ عم تزداد خطورتها يوم عن يوم. اليوم هي حاولت إنها تقتلني. مين بيعرف؟ مين بيعرف الشخص اللي رح تلاحقه؟ ممكن يكون هدفها إنه تقتل أنجالي مو؟ وإنت بتعرف قديش هلأ وش أنجالي مهم بالنسبة لألك كتير. لاقي حل تارا. من لما اختفت أنجالي ما شفت لتارا نهائياً. معقول تكون تارا شافتني وقت اللي كنت واقف مع أنجالي وتكون هي السبب وراء اختفاء أنجالي؟ أنا ما قلت لك تطلعي من حياتنا؟ بس أنت ما سمعتي كلامي وضليتي عم تلاحقينا وما رديتي علي أبداً. لهذا السبب هلأ رح أبعتك لبعيد كتير عن هون برات هذا العالم كله. شو؟ كأنه أنت بدك تقولي شي. بس دقيقة، يلا قولي. أنت آسفة؟ أنجالي، بس هلأ تأخر الوقت كتير. شو فقدت هالاعتذار بقى؟ يلا هلأ رح تموتي بسلام. نهايتي من شان ابني. أنا لازم طالعه لابني من هون فورا. أنا لازم أطلع. شو القصة ديب؟ مبين إنك مستعجل. تأكدي رح نحكي عني بوقت تاني، بس بالأول لازم تقليلي أنت وين كنتي لهذا الوقت. مو مهم وين كنت لهالوقت، المهم هلأ تقلي انت شو هو هالشي اللي شاغل لك بالك كل هالقد وكنت طالع بسرعه من شانه. انجالي وينها هلا؟ قلي لي شو عملتي لها فورا، احكي بقى. انت قلقان على انجالي؟ هالقصه صارت قديمه ديب، لو سمحت احكي شي منطقي، لانه انا صرت بعرف شو هي حقيقتك. هالشي معناه إنه تارا شافتني لما كنت مع أنجالي بغرفتها لحالنا. حاجتك كلام بلا طعمة. أنا عم أسألك لآخر مرة وين أنجالي؟ قولي لي وينها.
أنجالي؟ أنا قتلت لأنجالي. أنا تركت لحتى تختنق. كيف؟ أنت شو عملتي؟ لك شو اللي عملتي؟ أنا ارتكبت كتير جرائم ديب، بس بعمري ما شفتك متوتر كل هالقد مثل هلأ. أنت مزعوج كتير لموت أنجالي؟ أنا بتمنى من كل قلبي ما تكون بلشت تحبها. قلي شو اللي عاجبك فيها ديب؟ شو الشي الموجود فيها مختلف؟ قلي شو اللي عندها يا أنجالي وما عندي يا أنا؟ ماني قلقان على أنجالي نهائياً. أنا هلأ بدي أعرف أنت شو اللي عملتي فيها بالضبط. أحكي، انتي رحتي وقتلتي نيشا من قبل وتركتي جثتها قريب من البيت، قام الشرطة اجت على البيت. انا لازم اعرف انتي شو بدك تعملي بجثتها هلأ، وين بدك ترميها بعد ما قتلتيها، لانه الشرطة لساتها عم تدور على تارة لهاللحظة. انت عن جد قلقان علي؟ انسى موضوع أنجالي نهائيا، وانسى شو صار معها وكيف صار وأيمتى صار. اطمن، ما في حدا رح يعرف أي شيء أبداً، لأنه أنا قتلتها وحطيت جثتها بمكان ما رح يخطر على بال أي حدا نهائياً. هي هلأ مكان بعيد، ما بتقدر تعملنا أي مشاكل، وبعيدة عن حياتنا، بعيدة كتير. ما لازم يموت ابني. هالكاس نخب انه أنجالي طلعت برا حياتنا. بهالمناسبة رح أعترف لك، أنا غلطت لما ركضت ورا مصاريها، لأنه هالشي عملي مشاكل كتير بحياتي، بس أنتي قدرتي أنه تحطي نهاية لهي القصة.
ديب انت عن جد مبسوط كل هالقد؟ ليش؟ مانك شايف السعادة مبينة على وشي؟ ديب أنا شايفة إنه موت أنجالي خلاك تقرب مني أكتر. لو كنت بعرف من قبل إنه هالشي رح يصير، أنا كنت قتلتها من زمان ورجعتك لإلي. أنا شايفة إن موت أنجالي خلاك كتير مبسوط ومرتاح. ليش لحتى ما أكون مبسوط؟ أنت قتلتي عصفورين بطلقة واحدة، وهلأ بعد ما أنت قتلتيها نحن رح نكون أقرب لبعض من قبل. قتلت عصفورين بطلقة واحدة؟ أكيد ديب كان عم يقصدني أنا وابني بهذا الحكي. شو قصده؟ معقول يكون عرف إنه أنا حامل هلأ؟ عن جد؟ أنت كتير ندل، عم تحتفل كمان بموت طفل لسه ما ولد. شوفي ديب، بظن لمحت حدا كان واقف برا. في حدا كان هون. وين أنجالي؟ اللي انتو شو عملتوا فيها؟ انت صايل عالك شي فيرات؟ شو هالحكي الفاضي هاد؟ دورت عليها كتير وما قدرت لاقيها. أنجالي ما أنا موجودة أبدا. أكيد انتو السبب ورا اختفائها هلا. اللي شو عملتوا لأنجالي؟ وين خفيتوها؟ أحكي فيرات، شو هالحكي الفاضي؟ لو سمحت اتركه لدي. أنا ما رح أتركه لحتى يقلي شو عمل بأنجالي. اللي وينها؟ عن جد؟ انت مفكر حالك بتقدر تيجي وتهددني هيك؟ ديب بترجاك اتركه لفيرات. عامل حالك ما بتعرف وين انجالي؟ اكيد بتكون قتلتها مثل ما قتلت لانيشا من قبل، صح؟ عم احكي الحقيقه ولا لا؟ اللي فورا وين انجالي؟ كانوا عم يحتفلوا بموتي أنا وابني، رح يكون موتاً قريب كتير. ما حدا رح يقدر يقتلني قبل ما لاقي أهلي، ولا حتى قبل ما أولد ابني اللي ببطني. أنا رح أرجع حتى لو متت 100 موتة. ديب أنت اليوم تجاوزت كل الحدود، وبعدك أني رح أنتقم منك على كل شي عملته معي، ورح دوقك نفس العذاب اللي أنا تعذبته، وما رح أرحمك نهائياً.
أنا رح أحمي عائلتي وابني منك ورح أنتقم إلي ولقلن على كل شي صار معنا بسببك. اللعبة الحقيقية بلشت هلأ يا ديب. خلاص بعد عنه، عملكم بعضو عن بعض، خلاص بكافي بقى. ما في داعي إنك تتقاتل مع ديب لأنه أصلاً هو ما بيعرف وين موجودة أنجالي هلأ. أنا لازم لاقي أنجالي بأي طريقة، بس أنا رح أزرك لآخر مرة. خليك بعيد عن أنجالي وإلا ما بتعرف شو ممكن أعمل. أنا ما رح أقتلك لحالك، أنت رح يصير عندك ولد، لهيك أنا بدي أقتله معك. ليش لحتى ما أكون مبسوط؟ أنت قتلتي عصفورين بطلقة واحدة. أنا ما رح أسمح أنه يصير لابني أي شيء، رح أحميك دائماً وخليك بعيد عن أي خطر. هذا الشغل اللي أنا من شانه ظهرت بإني بحبها لآروهي، وكمان أنا تزوجتها وقدرت خليها توقع بحبي لإلها، والشغل اللي أنا كرماله نظمت كل هذا الشيء بتعتقدي رح أتركه بدون ما خلصه؟ ديب؟ هذا بكون أنا، ديب رايت شند الحقيقي. قلت لها غير وش هي البنت وبعدين ابعتها لبرات البلد قبل ما ترجع لوعيها. ديب، أنت لعبت لعبة وسخة كتير معي وهلأ صار دوري لحتى أنتقم. أنا رح خليك تجرب الخوف مثل ما أنا جربته، ورح خلي روحك تطلع، ورح خليك تندم على اللحظة اللي قابلتني فيها، ورح خليك تعيش نفس الشعور اللي أنا عشته. ليش عم ينقطع الاتصال؟ أنا ما عم أقدر أفهم وين ممكن تكون راحت. أنت خليك عندك لحتى أنا أوصل. ديب؟ مع مين عم تحكي عم تقوله أنك رح توصل؟ لوين رايح؟ شغل حبيبتي، شغل. إذا أنا ما رحت رح أخسر عشرات الملايين، لهيك لازم روح. طيب ماشي، انتبه على حالك. شو اللي صار معها؟ هي كانت دايماً تخاف كل ما ديب طلع لوحده برات البيت. ليش اليوم ما أنا مهتمة أبداً أنه طلع؟ عم تتصرف بطريقة مو مناسبة لشخصيتها. أكيد في شي غلط. معقول تكون طارة هي ورا اختفاء أنجالي؟ أعطيني قنينة مي. ألو؟ أنا قربت أوصل، تصرف لبين ما أجي. قلت لك تصرف، معقول ما بقدر أعتمد عليك لأوصل؟ هذا الصوت، هذا الصوت ديب. وقفي، هي المرة المجنونة هربت واخدت السيارة. ليك اخي شو تركت؟ هالحلقة كان على الطاولة محل ما اكلت، هالذهب اغلى من سيارتك. ورجيني. الظاهر انه هي المرة واحدة مجنونة. معقول ديب يكون رايح لعند اهلي هلأ؟
فهمني ليش عم ادفع لك مصاري؟ قلي شو الفايدة من وجودك؟ إذا أنت هون كيف اختفوا هيك؟ أنت بتعرف شو أهمية هدول الناس بالنسبة إلي؟ المفروض أنه تخلي عيونك عليهم. الظاهر أنه أهلي كانوا هون. ديب عم يحكي عن مراقبتهم وكيف هنن قدروا يهربوا. أنا ما عم بقدر شوف أي شيء من هون أبداً. مين في هون؟ المرة الجاية لما بعطي أمر نفذه بحذافيره. هلا روح من هون. هو كان هون، لوين راح؟ وهالحبال كلها معناها أكيد ديب كان خاطف أهلي وحاططهم بهاي الغرفة. بس لوين راحوا؟ أكيد هو بيكون بعتهم لشي مكان تاني غير هاد. حتى لو أنت خفيتهم لأهلي بأي زاوية من هذا العالم يا ديب، أنا رح لاقيهم وين ما كانوا، وعن جد رح ضل راقبك. بدي أعرف كل حركة وكل خطوة أنت عم تعملها لحتى أوصل لأهلي. هو مخبي عنك سر كتير كبير لهلأ. إذا بدك تعرفي شو هو هذا السر، تعالي وقابليني اليوم بحديقة اللوتس اللي جنب البيت لأحكي لك. تعال على كافيه ديلايت جنب الطريق السريع لمومبي. الشخص اللي بتحبه مخبي سر كبير عنك، وإذا حابب تعرف هذا السر تعال. يا ترى شو علاقة هذا الشيء باختفاء أنجالي؟ من مصلحة مين إنه ينفضح ديب؟ شو هو هذا السر اللي مخبيه ديب عني؟ أنا بتمنى إنك ما تكون عم تخدعني مرة تانية ديب. معقولة إنه اليوم رح أقدر اكتشف شو كان ديب عم يعمل بهديك الحفلة؟ ديب، إذا أنا عرفت إنك عم تخون ثقتي مرة تانية، وقتها أنا رح طالع كل جنوني عليك وما بعرف شو ممكن إني أعمل فيك. رح تشوف إنه هاي الثقة العمياء اللي عطيتها لشركائك مو محلها. هاي الناس الغبية راحت حتى تكتشف الأسرار. روحوا حتى يفضل بيت. أنا رح أستنى ديب هون. أنا بانتظارك يا ديب. ليش في عتمة كتير هون؟ موسي، تارا، فيرات، وين اختفوا كلياتهم بنفس الوقت؟ شو هاد؟ مين في هون؟ ما في حدا هون. ليش قال لي لحتى اجي؟
ما في حدا هون. مين اللي اجى على المكان؟ ما بعرف إذا في حدا رح يجي أو لا، لأنه ما في أي اسم مكتوب على الورقة ولا أي توقيع، وما بعرف قديش الوقت اللي رح أنطره لحتى يجي. معقولة تكون هاي كذبة من شي حدا؟ هو خدعني حتى يقدر يجيبني لهون. طيب ليش؟ ليش عم يحاول يخدعني؟ شو بده مني؟ مين انت؟ لو مالك جبان كنت واجهتني، وبدل ما تغمض لي عيوني بهالطريقة كنت خليتني اقدر شوفك. عم قلك يلا تعال هلأ واجهني. عشق میں مر جاواں تو جو کہے وہ کر جاواں عشق میں مر جاواں تو جو کہے وہ کر جاواں آي. هلأ رح أعطيك إشارة. أنت بتعرف إنه الناس كانوا الهدف بلعبتك، وهلأ بدهم يقتلوك، وكمان واحد من هدول الأسماء رح يبلش بحرف الألف وبينتهي بحرف الياء. فكر فيها شوي بعقلك دي حتى تقدر تتذكر. أنا هلأ مالي بحاجة تشغل عقلي أبداً. أنت أنجالي؟ أو آروهي؟ مين ما كنتي منهم؟ قليلي شو اللي بدك إياه مني؟ أنا هلأ بدي منك كتير شغلات، كل شي ما حصلت عليه لهذا اليوم. بس يمكن هلأ أنا بدي منك شغلة واحدة. بدي إياك دي، بدي اياك تكون ملكي لإلي. بعرف انك كنت عم تحاول تتقرب مني لما يكون قدامك فرصة، بس انا مثلت عليك اني ما فهمت تلميحاتك هاي. بعرف انك بتحبني كتير، بس أنا دائماً كنت عم بهرب منك، بس أنت دائماً كنت تحاول تتقرب مني حتى لو رفضت هالشي. بظن أنه صار الوقت المناسب لحتى نوقف هالمطاردة، ولأنه اثنيناتنا منعرف منيح لوين بدها تودينا هاي المعركة. صح ديب؟ أكيد معك حق، شو فائدة هذا القتال هلأ؟ خلينا ننساه. كل اللي بدي إياه تكوني لإلي وحدي، وكمان لأنه حبنا أكبر بكتير من مشاكلنا.
ولازم ننسى. انت هلا كتير قريبة مني، لهيك انا لازم اكون واثق فيكي. اكيد هذا الشيء اللي قلتيه الحقيقة. تأكد انه كل شيء قلت لك يا ديب هو الحقيقة. انت جرب، انا ما رح امنعك انه تتقرب مني ابدا، وهلا ما في اي وقت لحتى نضيعه، لانه الوقت رح يكلفنا كثير. انا ما رح اتراجع ابدا ديب. أنجالي؟ كيف لساتها عايشة لهلأ؟ ما عم بقدر صدق اللي عم شوفه، كيف عايشة وأنا دفنتها بإيدي؟ كيف قدرت تطلع من الحفرة؟ ديب، كيف هو وقتها كان عم يحتفل بموتها لأنجالي معي؟ وهلأ موجود معه وبين إيديها؟ أكيد هدول الاثنين كانوا عم يخدعوني كل الوقت. أنتو كذابين وغشاشين وكتير حقيرين. مين ما كنتي أروهي أو أنجالي، شو مفكرة؟ تستغبيني؟ أو رح تقدري تضحكي علي بتمثيلك هاد؟ هلا أنت رح تقعد تتفرج كيف رح رد على كل خدعك، وكمان بنفس الطريقة اللي أنت بتستخدمها. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.